يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة تقول إنه انتشر ما يسمى بالحمامات المغربية لتنظيف البشرة، فتجلس فيها المرأة ويتم كشف نصف بدنها، فهل هذا جائز؟ ما أدري عنها، إذا كانت مضبوطة بالستر والحشمة ومعزولة عن الرجال وفيها فائدة فلا تحرم، لكن كون المرأة تطلع من بيتها وتروح لها الحمامات وقد يكون فيها اجتماعات أو فيها أو اختلاط بين الرجال والنساء، فيها محاذير، يعني فيها محاذير. المرأة تستحم في بيتها والحمد لله مستورة ومرتاحة في بيتها، إذا صارت تبي منحام تحمي الماء بالسخان ولا على الفرن، شو تروح لما الحمامات؟ نعم.